سجلت الأسواق المالية الأوروبية هذا الثلاثاء تراجعاً حاداً في تعاملاتها، استقر بحدود 5% ببورصة لندن و6% ببورصة فرانكفورت، فيما سجلت بورصة باريس تراجعاً بنسبة 3%. الانهيار الذي تشهده أسواق المال الأوروبية لا يعود فقط إلى المخاوف المتزايدة بشأن أزمة الديون، وإنما أيضا إلى إمكانية حدوث أزمة ركود جديدة في الولايات المتحدة قد تهدد مجددا الاقتصاد العالمي برمته. رئيس البنك المركزي الأوروبي جون كلود خيشيه طالب أمام تواصل تراجع أداء البورصات الأوروبية، طالب دول الاتحاد الأوروبي بضرورة تبني الإجراءات المالية التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها في قمة تموز يوليو الماضي. من جهتها أغلقت البورصات الآسيوية على انخفاض حاد وصل إلى 6% في بورصة هونغ كونغ وأكثر من 3% في بورصة كوريا الجنوبية.